معانا ايضا على التليفون كابتن ممدوح سالم، مدرب في ريال البطله الذهبيه وطبعا المحاضر بالاتحاد المصري للكاراتيه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ مبروك. الله يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك يا رب، وشكرا على كلامك الجميل لا ودايما والله كده ان شاء خالص، الله. يعني ربنا يوفقكم جميعا، يوفقها حبيبي دايما ويوفق الفريق بتاعكم كله ويوفقك الحقيقه عشان تخرج لنا بطله بالشطاره وبالروعه وبالعظمه دي. ربنا يخليك يا فندم ومن ذوقك، وطبعا ده من اول ما خلصت في ريال من على منصه التتويج وكلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والبوست اللي نزله ورفع من معنوياتنا ومن معنويات البطله، وده مش جديد على راعي الشباب والرياضه والانجازات، فاعهد وان شاء الله تكون مزيد وانجازات كبيره ان شاء الله يا في الفتره ميسر القادمه الحال. ان شاء طب الله. خليني هاخد من كلام استاذ ابراهيم حجازي حاجه مهمه. قال المسألة مش بس الإعداد البدني ولا الرياضي ولا الصحي، ده في إعداد نفسي، وهو ذكر في ريال بالاسم، قال دي واحدة كان عندها إعداد نفسي سليم، ثابتة وقوية، دي بتلعب قدام بطلة العالم، في ريال ما كانش عندها تاريخ كبير قبل الماتش ده، النهاردة هي عملت لنفسها تاريخ، فالثبات النفسي والثبات الانفعالي في الماتش كان مهم جداً. انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا شغالين من اول ما عرفنا ان في اولمبيات للكاراتيه، والكاراتيه ما كانش موجود في الاولمبيات، كان ايوه بطولات عالم فقط. في ريال بسم الله ما شاء الله اول عالم في بطوله العالم في شيلي اللي فاتت، دي كانت اخر بطوله عالم 2019، قبليها كانت لعبه انستات وهي عندها 18 سنه برضو نفس الكلام. ففي اعداد جامد لفريال من فتره كبيره من منتخب الشابات، وهي بطله في ثالث العالم في الشابات، فالنهارده كل الخبرات والبطولات دي كانت دافع ليها ان احنا عرفنا المصنفين اللي معاها اللي موجودين من الاول. الحاجه الثانيه ان فريال من اول ما 2018 عرفنا ان الكاراتيه داخل الاولمبياد، ابتدينا نعد، انت بتعد بطل عالم غير لما تعد بطل اولمبي، الدنيا هنا مختلفه تماما، لان انت دلوقتي بتدرس المنافسين، احنا عرفنا المنافسين كويس جدا، عدد السفريات اللي سفرها الاتحاد للبطله من 2018 حتى 2021 كانت اعداد زود اللاعب خبره، وده كان حافز ان احنا ندرس اللعيبه كويس، فده اثر جعل منها نفسيا هي درسة كويس للعيبه، عارفه هي راحه تعمل ايه في الاولمبياد. كل لعيبه احنا لعبناها بدل المره اثنين وثلاثه، مره كسبتنا مره احنا كسبناها في بطولات متتاليه، سواء سيريس ايه سواء البريمير ليج اللي هي البطولات الدوري العالمي. أيوة. كل الاعدادات دي اثرت نفسيا معاها، زائد ان احنا كنا بنوفر لها تدريبات سواء في المنتخب او في النادي او المركز اللي هي بتتمرن فيه او المكان اللي كان بتتمرن فيه، لا كان في تدريبات وتدريبات على جبنا السيديهات بتاعت كل لعيبه، عرفنا كل لعيبه بتلعب، وبقينا نتابع مع كل بطوله السويسريه بتعمل ايه، الصينيه المصنفه بتعمل ايه، الصينيه كانت قويه جدا جدا جدا، كنا عاملينها في حساب لو اول ماتش وعدينا ليها كويس، وعرفنا نقط الضعف والقوه اللي عندها. بتاعت اذربيجان ارينا المصنفه الأولى على العالم اللي لعبتها في النهائي، كان برضو عجبنا الماتشات بتاعتها، وابتدينا ندرس مرة واثنين ونعمل الموديلز اللي يشتغل عليه، اللي احنا نشتغل عليه، الأذربيجانية بتلعب كذا فاحنا هنلعب عليها كذا، فاحنا درسنا اللعيبة كويس، وده من فترات كبيرة، احتكاكاتنا كانت كويسة، إعداداتنا كانت كويسة نفسيا وبدنيا وخططيا مهاريا، ابتدينا نظبط المسافات معاها، الحاجات اللي هي عندها مهارة نمينا المهارات وعملنا عليها السرعات اللازمة. النهارده بقت فريال واقفة على رجليها كويس، واللي انت شفته النهارده ده انتاج اكتر من 10 سنين وليس سنه ولا اتنين، نتاج 10 سنين من اول ما دخلت منتخب الشابات او الناشئات، بعدين شابات، وبعدين النهارده بقت 21 سنه في منتخب 21 سنه، ثم النهارده عندها 21 او 22 سنه واقفه على رجليها بالطريقه دي، فده كان اعداد من كل المراحل، مش من كل النواحي، مش من ناحيه واحده بس. طيب يعني النهارده في ريال عندها 22 صح؟ تمام. وكانت بتلعب مع لاعيبه عندها 25، يعني حتى عندها خبره اكبر. تمام. ولما هتيجي ان شاء الله يعني في الايام اللي جايه دايما هنلاقيها واقفه يمكن قدام لاعيبه عندهم خبره اطول شويه الى اخره. انا اللي كان شاغل بالي فعلا كلام الاستاذ ابراهيم حجازي وحضرتك بتتكلم، ازاي اقدر اخلي اللاعب بتاعي بطل ثابت عنده ثقه في نفسه ما بيتهزش الى اخره، وده اللي انتوا عملتوه مع فريال، عملتوا الحكايه دي ازاي؟ والله احنا المكان اللي احنا فيه كله مليء بالابطال، يعني فريال دايما كانت كل لعبها من بدايتها ما بتلعبش مع بنات زيها،
يعني رفضنا موضوع ان تلعب احتكاكها يبقى ما بين كل تدريبها كان نعمل بطولات نعمل ماتشات نعمل لقاءات داخل المركز او داخل النادي، لا ده بتلعب مع مستوى عالي جدا جدا ومع لعيبه ابطال جمهوريه زمايلها وابطال منتخب، فكان لعبها كله مع الصبيان، فابتدت تاخد على الجراءه والقوه والاداء القوي والفعال والخشونه، والاداء اللي انت شفته ده النهارده كان نتاج لشغل كبير جدا اتعمل من خلال الفتره يعني اللي فاتت. عودته في ريال انها تلعب ماتشات مع رجال بحيث تمام. انها تبقى اكثر خشونه اكثر ثباتا من زي بنات مع بنات، لا هي بنات مع صبيان، بنت بتلعب مع صبيان، كل تمرينها مع لعيبه كلها مستويات عاليه ابطال منتخب ولعيبه منتخب معاها في نفس التدريب، وكان انا لا اذكر ان فريال كان بتلعب مع بنات كتير في التمرين، يعني مفيش بنت قصاد بنت، فريال كل اللي لعبها مع ابطال لعيبتها لعيبها زمايلها في التدريب، فالحمد لله قدرنا نوصل ان احنا نجرأها في الحته دي. الحاجه الثانيه كنا كل تمرينه في احنا اللي بنتمرن قصادها، يعني انا انزل بنفسي كمدرب انزل اتمرن على التكنيك اللي بتلعب النهارده جزامي كادي مثلا في الكاراتيه اللي هي الدراعين، يعني جزامي والايد الاماميه والايد الخلفيه، فكنا احنا اللي بنقف قدامها ونشتغل على ده. النهارده كابتن سيد برضو لي اخ اخويا اللي هو كان معايا في التدريب ومتابع معاها برضو نفس الكلام، يخش هنتمرن على مواشي جري في البطن، يبقى النهارده احنا اللي بنتمرن، يبقى كل شغلنا معاها، كل حركه عارفين هي هتعملها امتى في التوقيت ازاي في المسافه ازاي، فالثقه دي كلها اديتها جراءه النهارده ان هي لما بتلعب لا هي معده كويس. الخبره برضو ارجع تاني البطولات الكثيره اللي طلعتها، احنا طلعنا الاتحاد المصري قدر يوفر بقياده رئيس الاتحاد الكابتن محمد الضهراوي وفر احتكاكات ولقاءات كثيره جدا، فاللقاءات دي افادت اللعيبه وخلتها النهارده لا تهاب ماتش ولا تهاب مصنفه، لان هي اوريدي هي مصنفه زيهم، هي ما بعدتش مع عنهم في التصنيف. الكاراتيه اللي حضرتك مش واخد باله اول ما واخد بالك منه اول مره يخش اولمبياد، ايوه فوجوده لاول مره، فكلنا اوريدي كل المجموعه اللي داخله من مصنفين ابطال العالم وغيره اول برضه اول مره يخش اول مره يخش اولمبياد، فدي مش مديها رهبه للكل، يعني الواحد لو عنده رهبه من كلمه ميداليه اولمبيه لا او بطوله اولمبيه لا، فكله كل المصنفين اللي داخلين اول مره يلعبوا كله داخل مضغوط عليه ان دي اول تجربه اولمبيه، الله ينور حضرتك، اللي اهدى عصبيا واللي اتعدي كويس جدا واللي كان عنده من الخبرات وعنده من المهاره والتكنيك والاعداد البدني والمهاري والخطط كويس جدا هو اللي كان ثابت على الملعب نفسيا النهارده وقدر يكسب ويشتغل ويحقق ميداليه. والله خدنا ماتش خلصنا المجموعه بتاعتنا كويس جدا، غلبنا الاقوياء في انا عاوز اقول لحضرتك ان المجموعه بتاعتنا النهارده كانت فيها السويسريه السويسريه والصينيه والايرانيه والجزائريه، انا عاوز اقول لحضرتك ان اقوى واحده في البوله في المجموعه النهارده السويسريه دي اللي هي اللعيبه السويسريه تقيله جدا جدا جدا، ودايما كانت بتعمل مع فريال ماتشات وتكسبها مثلا في اخر جزء في اخر الماتش بعد ما يكون نبقى كسبانين 1-2-0 مثلا تلاقي نقطه بجيبون خلصت الماتش للسويسريه، النهارده قفلت عليها كل اللي ممكن تعمله، معروف ان هي كانت بتقفل المسافه على فريال وتشتغل من مسافه قليله فتخبط معاها، لا فريال بقت توسع المسافه النهارده معاها ما تديهاش المسافه اللي تخبط فيها تشتغل عليها وقدرت توصل معاها ان هي تكسبها النهارده وتعديها. حصل عندها بقى خلاص كده تراكم خبره بقت فاهمه على كل. انا كابتن ممدوح حقيقي يعني احنا عايزين نقول لكم مبروك حقيقي، بنهنيكم بنهني طبعا بالتاكيد في ريال وبنهني كل المدربين بتوعها لانه طبعا 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 انتوا يعني كنتوا عامل رئيسي في انها توصل لهذا المستوى، كل شكر ليك كابتن ممدوح سالم مدرب اللاعبه في ريال والمحاضر بالاتحاد المصري للكاراتيه، مبروكه في ريال مره ثانيه، الى ان نلتقي قريبا جدا قوي خالص وغمزه من عندي كده.